السلام اللفظي. السلام اللفظي إذا أمن الفتنة عليها وعليه فلا بأس أن يقول السلام عليكم، وإذا كان يخشى أن يجر السلام إلى ما بعده من الفتنة فلا، كما قيل نظرة فابتسامة فسلام، فكلام فموعد فلقاء. فإذا كان لا يخشى على نفسه الفتنة ولا يخشى عليها هي فلا بأس أن يقول السلام عليكم، فقد كان يسلم على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله المستعان. نعم تفضل. الرد أيضا يا شيخ، الرد على السلام هل يكون واجبا على المرأة؟ على المرأة نعم ترد، وهي أيضا كذلك إن كانت تخشى على نفسها الفتنة أو أن تفتن الرجل ردت في نفسها أو تحرك شفتيها مع شيء من الصوت بحيث لا يسمع، وإذا كانت لا تخشى على نفسها أو هو محرم لها فلا بأس أن تقول وعليكم السلام، لكن إذا كانت تخشى حدود فتنة فسلامة القلب لا يعادلها شيء. تفضل.